إن دنيا بطمة وابتسام تسكت هو البلد الواحد. لما بكتب اسم دنيا بطمة على جوجل مباشرة الأخبار الصحفية أو النيوز دنيا بطمة مرتبط هذا الاسم بابتسام تسكت. أنا ما أعرف هالاسم. ما بتعرفي ليش؟ لأن ما أعرفه. كان أبوك صالحا كنت أعرفه حين بدي الموضوع بعد ما دنيا حاولت دعم ابتسام أثناء اشتراكها بستار أكاديمي عبر عدة تغريدات لتحفيز الناس للتصويت لها. أنا إنسانة الكل يعرفني قلب طيب، إذا شفت سواء مشارك في مغربي سواء مغربي في برنامج معين كتشدني النفس، يعني أنا أكون يعني في مكانه، أحط نفسي مكانه، ما أحب يتبهدل، ما أحب وايد أشياء. فأنا عملت بأصلي وطيبت أصلي وما لقيت نفس ردة الفعل. ذلك حصل بعد أكثر من لقاء جمع الفنانتين، أحست فيه دنيا أن ابتسام لم تحترمها وتقدر دعمها لها، وخاصة بعد حفل الموازين بعدما أطلقت فاطمة تسكت أخت ابتسام تغريدة بما معناه أن أنه من يمشي إلى الخليج ويغني بغير المغربية يكرم في بلده. وأحست دنيا أنها المقصودة، فكتبت على مدونتها: جمال الوجه ليس بمعيار النجاح والثقة، لعارف راس زوين يحط صاوره بدون مكياج وعادي ماشي يحطها ويتخلع يصبح محيدها. واللي كيقول دنيا بطمة خيبة بغيت نقول ليه يوريني وجه البكوس. فردت ابتسام على تويتر: التجاهل صدقة جارية لفقراء الأدب، اللهم خفف عنهم حقدهم وارزقهم بكل ما هم مفتقدين له وأبعد عنا شرهم، اللهم أمين. أنا عطيت هذا المجال، أن الصحافة مش أحد عطى مجال إنسان يسوي أغنية أغنيتين، لا يعني أنا مجرد ألبوم سويت فيه 16 أغنية، يعني باقي مراحل ومسافات طويلة، يعني الإنسان مش يقارن اسمه باسم. لكن لا تنطبق هالعلاقة على علاقتها.